السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم أبو رياض. سيارة 2014 شيل اللحية، طبعا اللحية في موديلاتها الجديدة للأسف أكبر من حجمها، يعني سلبياتها أكثر من إيجابياتها. إيجابياتها كونها منظر فقط، لكن سلبياتها دائما في المواجه الرصيف في الأماكن الوعرة دائما تتقطع أو تسبب مشاكل في المنحدرات. البعض يقول لك ما أنت أفهم من الشركة وجودها، لكن أنا ما أفهم من الشركة، ولكن أبا أعرف إيش سبب وجود اللحية بهذا الشكل. انسيابية للأسف، المعروف الانسيابية أنه كلما صغر حجم الكتلة اتجاه الهواء كلما كان انسيابية أكثر من كبر الحجم، فهذا الشكل يكون كبر الحجم السيارة أكبر من بدون شيل اللحية. يعني صراحة أنا أشوف أنه سلبياتها أكثر من إيجابياتها. راح نشيل اللحية، أتمنى أن واحد يواجه مشكلة من هذه المشاكل خصوصا بعد 200 وأسهل من إزالتها من التهليك والتهليك، لكن عشان تزيلها لازم تفك الصدام بالكامل عشان توصل لشيل اللحية بالكامل، أو أنك تسوي لها قطع على مستوى 5 ثواني تظل وتريح نفسك عشان تظل يصير مثل الموديلات اللي في 2014 لأنه فيه زي اللحية ولكنها صغيرة وتعطي عملية أكبر. هذا أقدر إن شاء الله أشيل اللحية الآن بدون أي مشاكل بدون أي تعديل. طبعا لاحظوا معي من الزاوية إلى الزاوية الأخرى كلها مصامير رقم 10، فما يحتاج مني لفك صدام ولا شيء بإذن الله. طبعا هناك عندي مصامير 10، في عندك هنا الشنكة السنترة تركب هنا تركب هنا، وبرضه هنا هي كليبسات مدخلة في صدام الحديد. راح الآن نسحب الكليبسات ونطلعها للخارج. هذه الآن اللحية مفكوكة ورجعنا المصامير محلها عشان لو قدر الله إذا رجعها تكون المصامير موجودة في نفس اللحية، جميع المصامير ما غير الجهة الثانية لأنه كان هنا شوف مقطوع ما في مسمار، البقية كل المصامير موجودة. هذه الآن السيارة بدون اللحية. طبعا صراحة ما تغير شيء، بالعكس في ظل جميل حتى بدون اللحية. طبعا هذا طريقة فك تركيب اللحية، هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.